السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها. حياكم الله. تعدد الواردات المالية لاقتصاد العراق اليوم أصبحت ضرورة ملحة، خاصة في ظل تقلب أسعار المواد عالميا، وهذا ما سعت إليه الحكومة الحالية بالتوجه لإصلاح القطاع الزراعي في البلد وإنعاشه من خلال عدة قرارات وتوجيهات، بالإضافة إلى اللقاءات الخارجية مع دول الجوار. بخصوص حصة العراق المائية، عمدت تركيا إلى إغلاق منابع أنهار العراق بالسدود، لكن الحكومة الحالية عملت على ما هو متوفر من إيجاد حلول الفلاحين، توفير الأجواء المناسبة للزراعة بشراء 60,000 طن من السماد وإدراج 250 مليار في الموازنة لشراء الذرة، وكذلك العمل على تغيير الواقع الزراعي بضم آليات حديثة للري والسعي لإنعاش الزراعة بالماء الكافي. كلها إجراءات اتخذتها الحكومة للحد من تنامي الخطر على القطاع الزراعي، وبالتالي ضعف أحد الواردات المالية للبلد. أما في ملفنا الثاني راح نتحدث عن أن تأخر حسم ملف الموازنة أكثر من 4 سنوات ولأسباب لـ4 سنوات والأسباب موصوفة بغير المهنية. مضى العراق في توقيع جولة التراخيص الخامسة لاستثمار الغاز الطبيعي بغية تحقيق الاكتفاء الذاتي والدخول في سوق التصدير والإمدادات العالمية. في هذه الجولة تضمنت أيضا إبرام عقود مع شركات صينية وإماراتية لتطوير 6 حقول ورفع ورقع استكشافية، فضلا عن كونها ذات أحكام وشروط قانونية تمتاز عن الجولات السابقة، بما يحقق مصلحة العراق كونها توفر الكثير من الكلف النقدية. فبعد عقود طويلة من إهدار الطاقة الطبيعية، جاءت هاي الجولة مختلفة جذريا في العقود والمكاسب. هاي ملفين المهمين راح نتابعهم في حصادنا لهذه الليلة ونناقشهم مع ضيفنا الكرام. تفضلوا بقاء ويانا ومتابعتنا. من جديد حياكم الله. الثروات الزراعية اليوم بحاجة إلى نهضة شاملة للوقوف بوجه التحديات اللي تحد من انتعاشها، بالتالي التشجيع للفلاحين واتخاذ بعض الإجراءات اللي تنهض بالواقع الزراعي وتوفير ما يحتاجه الفلاح من المحصول والمواد اللي تساعدهم في الزراعة، هذه كلها خطوات تنموية عملت حكومة الخدمات على تفعيلها منذ بداية استلامها المهام الحكومية للنهوض بالواقع الاقتصادي. خلونا مشاهدي الأحبة نفتح هذا الملف، لكن بعد أن نتابع تقرير الزميلة نهى الشمري. النمو الأخضر لم يكن غائبا عن طاولة الاهتمام في البرنامج الحكومي خلال مدة 100 يوم التي قضتها حكومة الخدمات، حيث أصدرت القرارات الخاصة والخطط التنموية التي تمثلت بـ25 قرار في ملف الزراعة والمياه، منها وضع الخطط الزراعية وتأمين البذور والأسمدة لإعانة الفلاحين بالإضافة إلى تعويض المتضررين منهم، وكذلك مشروع تحلية مياه الشرب للاستفادة منها في الزراعة. عدة تفاهمات خاضتها الحكومة الحالية مع دول الجوار للحصول على حصة العراق المائية، وكذلك إجراء العديد من الاتفاقات معها، إضافة إلى مذكرات التعاون مع هولندا والصين وفرنسا ومنظمة الأمم المتحدة وغيرها بغية تطوير القطاع الزراعي وأخذ التجارب من الخبراء لتلافي الخطر الذي يداهم القطاع الزراعي عند التغيير المناخي، والاستعانة باستخدام آليات للري وفق الأنظمة الحديثة لانتعاش الاستثمار الزراعي في البلد. بالوقت الذي يعاني البلد من شحة الوارد المائي، هناك من يحذر من خطر الجفاف الذي يعصف النهرين في المستقبل القريب، خصوصا مع إغلاق السدود التركية في السنوات الأخيرة وحرمان العراق من حصته المائية. بالتالي هذه المشاكل والمعوقات تسعى الحكومة الحالية لوضع خطط حقيقية وواقعية لإنقاذ القطاع الزراعي، بل وكل القطاعات التي يمدها الماء بالحياة والانتعاش. نهى الشمري، الأيام الفضائية. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة، أرحب بضيفي الكريمين الأستاذ مهدي القيسي مستشار وزارة الزراعة، أهلا بك دكتور مهدي. أهلاً. وكذلك أرحب بالدكتور الأستاذ عادل مختار الخبير المائي ضيفا كريما في الأستوديو، حياك الله أستاذ عادل. أبدأ مع حضرتك أستاذ مهدي، نتحدث عن
ملف الموارد المائية، حكومة الخدمات بعد أن أتمت 100 يوم من تنفيذ برنامجها الحكومي واستزارة الوزارة، رصدنا أنه 25 قرار وتوجيه في ملف الزراعة والمياه، منها إعداد الخطة الشتوية، تحديد مساحات أكثر من 5.5 مليون دونم وتأمين البذور والأسمدة والمبيدات للفلاحين، وكذلك العمل على مشروع تحلية مياه الشرب في البصرة، وغيرها من الإنجازات اللي راح نتابعها في هذا الملف. هذه الإنجازات لو رجعنا إلى الحكومات السابقة لوجدناها أنها شهدت تلكؤ أو توقف أو عدم تلبية لهذه الحاجات بتعاقب الحكومات. بالتالي لما تأتي حكومة الخدمات وتحقق نسب إنجاز مقبولة لدى المواطن العراقي، هل هذه الإنجازات هي مقدمة صحيحة لإنجازات أكبر؟ نعم، شكرا جزيلا، تحية لك ولضيفك الكريم أستاذ عادل وإلى المشاهدين الكرام. الشيء الذي يسر في المنهاج الحكومي أنه كان متناغما تماما مع ما تتمناه أو تخطط له وزارة الزراعة وتنادي به في مسألة النهوض والقطاع الزراعي. لذلك هاي 25 قرار إضافة إلى أنه المحاور الستة اللي إجت تحت محور الزراعة والمياه أو الزراعة والموارد المائية، إضافة إلى محور سابع بعدين نتكلم عنه اللي هو حماية المنتج المحلي أو الوطني. هذه المحاور الستة هي صلب أو هي المحور الرئيس للنهوض بالقطاع الزراعي. بدأت بالخطة الشتوية والتي أنجزت والحمد لله والشكر من حيث تجهيز البذور، تجهيز السماد، وتوسع بالزراعة بالمساحات الزراعية، إضافة 1 مليون دونم الإرواء السطحي، وكل هذه الأمور إن شاء الله نتوسم خيرا في هذا الموسم الشتوي لمحصول الحنطة بالدرجة الأساس. النقطة الثانية اللي ركز عليها المنهاج الوزاري اللي هي الاستثمار، القطاع الخاص، دخول القطاع الخاص، تقنين وترشيد استخدامات المياه، وركز أيضا كما تعول الوزارة على ذلك على منظومات الري بالرش، منظومات الري الحديثة وتقنيات الري الحديثة، تركيز أيضا على الفاقد اللي هو التسويق الزراعي والصناعات الغذائية، وكذلك نظم الري والإرواء والقنوات الناقلة اللي هي تخص وزارة الموارد المائية، لكن احنا مشتركين في هذا العمل، احنا قنوات الحقلية، الإرواء الحقلي. إضافة إلى ذلك المحور الرئيس أيضا في هذا الجانب هو حماية المنتج المحلي واللي هو أو المنتج الوطني اللي تشترك به معظم الوزارات، بدءا من وزارة الصناعة اللي مسؤولة عن قرار حماية، قرار رقم 11 سنة 2010 اللي هو قرار حماية المنتجات العراقية، وكذلك وزارة التجارة والداخلية، كل القطاع والتجارة، كل هذه القطاعات هي مشتركة في هذا البرنامج. الشيء اللي لمسناه على أرض الواقع اللي يختلف عن البرامج القديمة أو المنهاج القديم للوزارات السابقة، هذا مو نقد وإنما يعني هاي حقيقة نقولها، بأنه لمسنا على أرض الواقع أكو جدية في هذا الأمر. أولى هذه الجدية أنه شكل بقرار مجلس الوزراء لجنة عليا بين الحكومة الاتحادية والإقليم للنظر في مسألة المنافذ الحدودية وكيفية معالجة المنافذ غير الرسمية وغير النظامية، وإضافة إلى المنافذ الرسمية إيجاد صيغة للتعاون وآلية مناسبة للحفاظ على منع التهريب ودعم المنتج المحلي من خلال الحماية اللي هي في قانون رقم 11 لسنة 2010، قانون حماية المنتجات العراقي. طيب العفو، بس هذه اكمل هذه الفقرة اذا تسمح لي. مو ملفات هو لازم كلها نناقشها واحدة واحدة. نعم، يعني بس اريد انطي النقاط المضيئة. النقطة الأخرى المضيئة بالنسبة ان كنا ننادي بالبطاقة الزراعية للفلاح والمزارع، اليوم اصبحت على ارض الواقع. وهذا اليوم اكو ندوة كانت موجودة مكتب رئيس الوزراء كان حاضر، هيئة المستشارين، نناقش كيفية التطور أو التطور اللي حاصل في هذه البطاقة الزراعية اللي هي راح تكون كالبطاقة الموحدة حاوية لكل المعلومات عن كل فلاح ومزارع. طيب، هذه راح تسهل لنا كثير من الأمور، تسهل لنا الدعم، تسهل لنا البيانات اللي محتاجها. الآن بيانات ما واضحة عندنا،
لكن من تطبق هذه البطاقة الزراعية راح تصير عندنا بيانات، وموجبها راح تصير الخطط الزراعية والخطط الدعم، حتى دعم المدخلات ودعم المخرجات راح يتعلق بهذه البطاقة الزراعية. طيب. هذا ملخص بداية لموضوع عندي بعد أكثر من هذا. أحسن بالتأكيد راح نفتح كل هذه المواضيع، ولكن ما تفضلت به دعني أعكسه للأستاذ عادل المختار، حياك الله مجددا. سيد المختار، تحدث ضيفي الكريم الدكتور مهدي القيسي عن عدة موضوعات، خلينا نمسك قضية الفلاحين. راح تكون إلى بطاقة زراعية، راح أو تم تعويضهم بخصوص عدم زرعهم للشلب لهذا الموسم 120 مليار دينار، والتجديد على صرف مخصصات الفلاحين للموسم الشتوي خلال أسبوعين فقط. نتحدث عن الموارد المائية والتفاهمات بين العراق ودول المنبع، بالتالي لما يكون هنالك تقنين بالصرف، صرف المياه، راح يكون عندنا توفير حصص وأطلاقات مائية من هذه الدول. شكرا جزيلا لحضرتك على هذا الموضوع المهم، وتحية وتقدير لأستاذنا دكتور مهدي القيسي، حقيقة رجل رائع جدا. حضرتك كل التحايا. الشيء اللي أرد أقوله في البداية، حقيقة الوضع المائي في هذا الموسم الصيفي صعب جدا. يقدر الخزين مالي المائي مالتنا بحدود 8 مليار متر مكعب، بفضاء خزني يقدر 92 مليار، يعني عندنا فراغ خزني 92 مليار، المتبقي 8 مليار، احنا نحتاج سنويا بحدود 30 او 35 مليار، دا تشوف الفجوة الكبيرة بالارقام. تذكر حضرتك في لقاء من 2017 من قناتكم الكريمة، اني انادي بشيئا، الاول رفض بناء سد الجزرة القاتل اللي تركيا بدأت حاليا تنفذه، وهذا راح يقتل المياه في حوض نهر دجلة. وأيضا كنت أنادي بإعادة النظر بالسياسة الزراعية، لازلنا إحنا نعيش سياسة زراعية بزمن البحبوح المائية أو بزمن الفيضانات. هذا الوقت تغير، اليوم إحنا لازم نرشد استهلاكنا المياه. راح تقول لي شلون؟ اليوم لازلنا وزارة الزراعة تربي تربية الأسماك بالأحواض، وشفنا قبل أسبوع كان ندوة في وزارة الزراعة حول دعم مربي الأسماك، وهذا كارثة. دولة رئيس الجمهورية يقول تربية الأسماك خطأ كبير، تهدر المياه بمقدار مليارين متر مكعب، تخيل مليارين متر مكعب. طيب الأسماك قطاعك، وهناك الصيد البحري، وهناك الصيد في أعالي المحيطات، سفن تروح لشيلي يعني جنوب أفريقيا، منك تصيد أسماك وتجيب. أما مياهنا الإقليمية الفاو، عندنا 1500 زورق عاطل عن العمل، وتذكر كل ما يطلعون دول الجوار يحتجزوهم، بينما إحنا عندنا اتفاقية لصيد الأسماك شرعها البرلمان 2007. إذن لو وقفنا تربية الأسماك بالأحواض واتجهنا إلى التطور الحديث اللي هو كلوز سيستم أو تربية الأسماك المكثفة، هذا هو كافي، بالإضافة إلى المنافذ الأخرى، صيد في عالي المحيطات، صيد مياهنا الإقليمية، راح نوفر مليارين. احسب وياي ايش قد راح نوفر حضرتك، حتى تعرف شلون الخطأ اللي نقوم به اليوم. بالنسبة للحقيقة نسمع دائما راح نجيب منظومات الخريف، يمكن من قبل سنة، ويمكن دكتور مهدي أيدني، نسمع راح تجي منظومات الخريف، ولحد الآن ماكو. القطاع راح يجيب منظومات، ولحد الماكو. عندنا شركة النعمان عراقية تخصصها هو الري بالتنقيط، تعرف حضرتك هذه لون بس تسوينا للبستنة ري بالتنقيط، معناه راح نفرق 3 مليار متر مكعب، إذا دا تحسب وياه يعني لحد الآن 5 مليار متر مكعب. اليوم احنا نشوف معالي الوزير السابق للموارد المائية قال انه احنا في أسوأ خزين، الخزين مالنا انخفض 50% عن العام الماضي، ولذلك قلل الخطة الزراعية من 1.5 مليون الى 1.5 مليون. لكن المعالي الوزير الجديد ايضا اكد انخفض الخزين مالنا الى 50%، وكان يؤيد الفكرة 1.5 مليون، لكن زادها عن ري السطحي 1 مليون إضافي. هذا 1 مليون ما مبرر، وما أعتقد عنده إجابة واضحة. كان المفروض استغلال هذا 1 مليون اللي يعادل بحدود 4 مليار متر مكعب أيضا لتدعيم الوضع المائي بالزراعة والأهوار. اليوم ما مبرر أستاذ عادل، حتى نحيل هذا السؤال إلى الدكتور خالد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، هذا 1 مليون
مليون متر مكعب. بالضبط، هذا الـ 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 الهدر بالمياه الزيادة عن اللزوم هو اللي أقوله. إذن راح تقولي لعد شنو الحل؟ قلنا إعادة النظر. أولا يجب أن تكون الثروة الحيوانية هي بالأساس وليس العنطة والشعير. اليوم الثروة الحيوانية حقول الدواجن تعرف حضرتك تعرضت لانتكاسة بسبب فروق الدولار وبسبب شحة الأعلاف وارتفاع أسعارها، تكاد تكون يعني ما نريد نقول انهارت بس ضررت بشكل كبير. كان المفروض برنامج وطني حتى تشتغل وتفعل كل القطاعات. اليوم الأبقار تعرف حضرتك محطة الإسحاقي ومحطة اللطيفية، محطة الإسحاقي متوقفة، محطة اللطيفية اشترى أبقار من المصرف الزراعي عن طريق وسيط، عن طريق وسيط بوساطة المصرف الزراعي. نعم. الأبقار اللي جتي كلها ميتة، وروح شوف حال الثروة الحيوانية أو الأبقار بصورة عامة. طيب. أما الجاموس فأني ما راح أحشي. الأعلاف أيضا هذه قطاعات يجب أن تنمو هي أصلا. ليش؟ لأن طيب. تحتاج مي قليل وإنتاج وفير وشغل أيدي عاملة كثيرة. نعم. هو هذا البناء الأساسي. طيب. أيضا الزراعة المغطاة تشوف يوم تلقي موسم قبل رمضان تشوف تبدي ترتفع الأسعار. ليش؟ لأن أكو فجوة بين الموسم الشتوي والصيفي، فهناش راح يصير ترتفع يفتح الأسعار الأسواق. كان المفروض بالتدريج. والمشكلة الأساسية التسويق الزراعي لحد الآن. نعم. من حلت مشكلة التسويق الزراعي واللي طيب. هي المشكلة أزلية صار لها سنين، كذلك تكلفة الإنتاج. ما أريد أروح يعني خلينا أمسك فكرة معينة وأطرح على الدكتور خالد مهدي المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، انضم معي عبر الهاتف. أهلا بك دكتور خالد. يتحدث ضيفي الكريم الأستاذ عادل مختار الخبير المائي عن هذه الحصص المائية المخصصة للفلاحين، ويشير إلى الأحواض، وفي المنجز حسب التقارير أكو إزالة التجاوزات عن الأنهر والبحيرات وتأمين حصة المياه للأراضي الزراعية في 100 يوم. هذه الإنجازات من المتضرر ومن المستفيد، وهل هي وفق إجراءات قانونية؟ احنا نريد الكل يعني يطلع ب أقل خسار وأكثر فائدة، بالتالي هاي ثروة وطنية. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياكم الله دكتور. تحياتي لحضرتك والضيف الكريم صالح عادل المشاهدين الكرام وقناة الأيام مشكورة سابقا لنقل يعني معاناة الواقع العراقي سواء بمجال المياه والمجالات الأخرى. بس خلينا نكون واضحين بالتخصصات، بس صحح الصفة لأستاذ عادل المختار. أستاذ عادل المختار خبير بشؤون الزراعة ليس بالموارد المائية وليس بالمياه، لا هو خبير بالمياه ولا خبير بالموارد المائية، وخبير بشؤون الزراعة وكان مستشار لشؤون الزراعة في السنوات المؤقتة. هذه جهة. الجهة الثانية عندما يعني أستاذ عادل أستاذنا وصديقنا زي ما عندما نحتاج معلومة تخص الموارد المائية فيما يخص تحليل إدارة المياه، الإنسان الرجوع إلى دوائر الموارد المائية وأخذ المعلومة اللي يحتاجها تكون معلومة دقيقة وموثوقة. الجانب الآخر يعني خلينا نتكلم شوي عن الموارد المائية العراقية. مثل ما تعرف حضرتك الموارد المائية العراقية يعني الحديث عنها من شقين. الموارد المائية الشق الأول هي تأتينا من دول الجوار المائية تركيا وسوريا وإيران، و70% من إيرادات العراق المائية تأتي من خارج العراق، فقط 30% تأتي من داخل العراق. أيضا إيرادات المياه تعتمد على عاملين رئيسيين، العامل الأول هو مدى قيام دول الجوار المائية بتشغيل مشاريعها وطبيعة تشغيل مشاريعها والمشاريع الكبرى اللي منزلتها سواء كانت مشاريع استصلاح السدود، والجانب الآخر موضوع استقية المطر المرتبط برائد خالق سبحانه وتعالى. يعني إدارة الموارد المائية ما تستورد الماء وبنفس الوقت هي ما تنتج الماء، هي تدير الموارد المائية اللي ترد إلى العراق. أعتقد العراق من الدول الرائدة بمجال إدارة المياه وتوزيعات المياه، وتمتلك منشآت توزيع السيطرة نفذت منذ سنوات طويلة وهي مشكلة بالعراق ومشكلة في المنطقة. طيب. جانب الآخر فيما يخص الخليج الاستراتيجي، عادة كما تعرف حضرتك يعرف الاتصال عادل ويعرف المعني بإدارة المياه والزراعة، الخزينة الاستراتيجية عادة يتم تعزيزها بمواسم الحيضان ومواسم الأمطار ومواسم الموسم الشتوي اللي يبدي من 1/10 وينتهي ب 1/6 معتمد على الأمطار ومعتمد على الغرق. عندما الأمطار تصير مشكلة بالاحتباس الحراري أو مشكلة بالأمطار بدول الجوار أو بالعراق راح تصير إشكالية. العراق منذ سنة 2019 ما مر سنة مائية رطبة،
طيب 2017 كانت سنة فيضانية. دكتور خلينا نحصر الموضوع في المئة يوم يعني حتى يكون الملف متخصص بهذا المجال ونتحدث عن إجراءات اتفاقيات الحكومة السوداني وتعاون مع هولندا، إيران، تركيا، الصين، إيطاليا وألمانيا وفرنسا وغيرها من الدول حول واحدة من المفردات الجفاف واستخدام أنظمة الري الحديثة وتشجيع الاستثمار في قطاع الزراعة. وهذا الموضوع أيضا يعني أشار إلى الدكتور مهدي القيسي مستشار وزارة الزراعة في هذا المجال ولكن إلى علاقة بالموارد المائية. أستاذ العزيز، الموارد المائية معنية بإدارة الماء الخام وواجبة توصل الماء الخام إلى المنفذ الحقلي فيما يخص الري الحقلي، هذا استثمار وزارة الزراعة. وزارة الزراعة واجبها أنه تأمن المرشات الزراعية وتلزم الفلاحين باستخدام معدات الري الحديثة واستخدام البذور المناسبة واستخدام طريق الري الصحيحة. احنا واجبنا كوزارة الموارد المائية ضمن القانون نوصل المياه الى منافذ الري الحقلية. اما طريقة الري واستخدامات الري هذه مرتبطة بوزارة الزراعة. حتى فيما يخص احواض الاسماك، اجازات احواض الاسماك المعلومة عن الجنازة المشاهدين الكرام واكيد استاذ عادل يعرف بها، منح اجازات احواض الاسماك سواء كانت الاحواض الصينيه او احواض الاقطاب العائمه كلها من وزاره الزراعه. حتى المتجاوزين وزاره الزراعه واجبها ان تزيل هذه الاقطاب، لكن تقاعس وزاره الزراعه وبعض الدوائر المعنيه بهذا الجانب جبرنا مع شحه المياه بالمواسم الثلاثه الماضيه جبرنا ان ننتخل اجراءات ونحاول احنا نقطع عن هذه الاحواض دكتور خلينا احيل هذا الموضوع الى الدكتور مهدي القيسي. انا اشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد مهدي المتحدث باسم وزاره الموارد المائيه، اثريت الحوار في هذا الموضوع. دكتور مهدي نتحدث عن الاجراءات والانجازات للحكومه خلال 100 يوم وحضرتك حبيت تنوه الى بعض الفقرات اللي تبدو انها غائبه عن المواطن ويجب ان نعرف بها الراي العام. نعم شكرا جزيلا اخي العزيز. انا ما اريد ادخل في اتوسع اكثر من اللي تفضل به استاذ خالد ودكتور واستاذ عادل، لكن اريد انطي فد صوره اوضح تتناسب مع المنهجيه او منهجيه البرنامج الحكومي ورؤيه البرنامج الحكومي لكيفيه النهوض بالقطاع الزراعي. تكلمنا على الخطه الزراعيه والحمد لله وشكر الامور جدا ماشيه بالاتجاه الصحيح، لكن اريد اقول فد شيء انه اليوم وزاره الزراعه شكلت لجنة عليا برئاسة السيد وزير الزراعة المهندس عباس الحلياوي والكادر المتقدم بالوزارة لوضع خطة استراتيجية بعيدة المدى للنهوض بالقطاع الزراعي. نقول بعيدة المدى يعني آنية متوسطة وبعيدة المدى، خلي أقول خطة استراتيجية للنهوض بالقطاع الزراعي. هاي الخطة مبنية على أربع محاور رئيسية، بس لو نركز على هذه المحاور. المحور الأول هو إعادة النظر بالخطط الزراعية بموجب التغيرات المناخية والتغيرات العالمية. التغيرات المناخية معروفة وأنا هسه ضفت لها أقول مو بس التغيرات وإنما تطرف المناخي. تطرف المناخي إضافة إلى التغيرات اللي تصير بالعالم اللي هو الحروب وغيرها من الأمور. الخطة المحور الثاني اللي هو العلاقة بين وزارة الزراعة والوزارات والجهات الساندة والداعمة للقطاع الزراعي، نبدأ من الصناعة إلى التجارة إلى الداخلية إلى الدفاع إلى النقل إلى كل المالية والتغطية وكل هذه الوزارة والقطاع الخاص طبعا موجود في هذا المحور. هذه المحور الثاني. المحور الثالث اللي ركز عليه اللي هو الاستثمار، واني يعني اركز على الاستثمار الموجه. اليوم انا عندي مثلا اريد معامل مو مثلا وحقيقه اريد معامل الصناعات الغذائيه، نوجه المستثمرين من خلال الهيئه الوطنيه للاستثمار ان يقولوا لهم للمستثمرين وزاره الزراعه تقول اريد معامل معجون الطماطم، التمور، نريد معامل الأسمدة، نريد معامل إلى المبيدات، نريد معامل العلاجات لقاحات بيطرية، نريد منظومات ري بالرش بالتنقيط غيرها منه. إذن هذا التوجه. النقطة الثالثة الرابعة اللي هي أيضا جدا مهمة اللي هي التعاون الدولي. احنا عندنا ثلاث محاور. المحور الأول اللي هو المنظمات الدولية المعنية بالقطاع الزراعي، تبدأ من المنظمة العربية للتنمية الزراعية، منظمة الفاو، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، الـ WAF برنامج الأغذية، كاردا، أكساد، غيرها. هذه منظمات تخصصية.
وهذه لها علاقة أيضا بشغلنا وحتى بشغل وزارة الموارد المائية. إحنا ندفع اشتراك سنوي بالدولار لهذه المنظمات، بالمقابل لازم تكون مشاريعنا تتناسب مع ما ندفع لهم من هكذا اشتراكات، ونستفيد من خبرتهم. شلون أنه اليوم أنا أذهب إلى مصطلح أركز عليه اللي هو نقل وتوطين التكنولوجيا. البحث العلمي مطلوب لكن مسافته بعيدة. أختصر مراحل، أحرق مراحل، أحصل على نقل وتوطين التكنولوجيا اللي تفضل به أستاذ عادل موجود في برنامجنا الكلوز سيستم. يعني هذه الاستراتيجية دكتور، ولو أنه يعني شرح ضروري جدا، بس خلينا حتى أكون عادل بالوقت إذا تسمح لي دكتور، بس أكمل نقطتين مو أكثر، مو حتى أحقق العدالة. راح تبقى نصف دقيقة للاستاذ عادل، أقل من دقيقة. اللي أشرت إليه التعاون الدولي، وهذا موجود عندنا اتفاقيات وعندنا برامج مع هذه الدول. نستفيد هذا السؤال، اسمح لي دكتور مهدي. أستاذ عادل، تفضل الدكتور مهدي بهذه الاستراتيجية اللي وضعتها الوزارة، تتحدث عن تعاون مع الوزارات المعنية، تتحدث عن استثمار، وتتحدث عن تعاون دولي. هنا الإجراءات، إجراء اتفاقات دولية ومذكرات تعاون مع دول متعددة ومنظمة الأمم المتحدة لتطوير القطاع الزراعي، والاستفادة أيضا من الخبراء في مواجهة التغير المناخي وتطرف المناخي، أشار للمصطلح آخر الدكتور مهدي. كل هذه المواضيع راح تخلينا نستخدم وسائل جديدة ونحقق استراتيجية تفضل بها الدكتور مهدي خلال عمر الحكومة. طبعا شكرا جزيلا لضيفك الكريم حقيقة دكتور خالد. أنا معجبني وليه زعل هسه؟ أنا مو موارد مائية، بس أنا مستشار لجنة الزراعة 15 سنة و40 سنة امتهن الزراعة. كل كلامي اللي قلته هو على الزراعة، أنا ما حكيت على الموارد المائية. أما من قلت 8 مليار الخزين مالنا فيراجع مستشار وزارة الموارد المائية أستاذ حسن الصفار في تصريح. هذا كلام أيضا، لا بسمح لي خلي يسمع الجمهور. واحد ليش طالع زعلان اليوم؟ أنا من قلت تربية الأسماك بالأحواض خطأ، هو ليش زعلان؟ هو المفروض يكيف وأيدني. طيب من اللي ينطي إجازة؟ وزارة الزراعة ما تقدر تعطي الإجازة إلا وزارة الموارد المائية توافق، ودكتور مهدي موجود. فإذا وأكثر الإجازات متوقفة بسبب الموارد المائية، إذا وين كلامي الغلط؟ أما تغيير منظومات الري، أنا قلت وين يعني؟ إذا هسه لحد الآن نسمع الخريف ونسمع راح تجي وعندنا شركة النعمان، أما سنحاريب تفلشت، وين الغلط بكلامي؟ إذا أنا دا أقول رشدوا استهلاك المي بالقطاع الزراعي، وين الغلط؟ أما أنت راح تقول لي بالنية وراح يصير وراح يسوي كل شيء ماكو. اليوم أريد أقول لك الفاو تطلع تقول أنا شريكة بالحكومة العراق مع وزارة الزراعة. اليوم ما تقول يا بنت غلط تربون تربية الأسماك وتطورون القطاعات مالتكم. ما تقول اليوم لازم نسوي منظومات ري حديث. التسويق الزراعي خبراء عدا ما يجون يحلون المشكلة ويانا. الوضع صعب، أنا قلتها. إذا يعني أرجوك بس تجاوبنا على قضية الاتفاقات والمذكرات. المذكرات نجي على الاتفاق، وين الاتفاق؟ يعني مذكرة التفاهم في 2014 لحد الآن ما فعلت. وين المباحثات؟ وين اللقاءات؟ الملف لا زال بيد وزارة الموارد المائية، وهذا خطأ كبير يجب أن يرفع إلى دولة رئيس الوزراء، وحاليا دولة رئيس الجمهورية يحاول يسوي المجلس الوطني المياه حتى يرفع الملف ونقدر نفاوض دول الجوار. وين الغلط بكلامي؟ أنا أتعجب بلعكس. لمن جهة الاختصاص هي تهاجم لمن أنا دا دافع عنها. يعني أنا لو ده هاجمها ما أقول ما يخالف، والله خوف الله على دكتور مهدي اتحملني. أما هو اللي يعني ده دافع ده أقول رشد واستهلاك المي. أما المليون دونم أكو مبرر أنت الزيد؟ مليون دونم في زمن شح مائية وأنت ده تعترف؟ حياك الله دكتور عادل، شوية خفف الله يخليك. لا أكو عندنا بطالة بالعكس، هذا الموضوع عندنا بطالة محتاجة أنه نقطة هذا المليون دونم. ده أقول لك احنا مقترحاتنا، انا ما دا اقول احد ما اشتغل ولا دا اقول اقول لازم نعيد النظر. واحد يقول لازم نعيد النظر؟ بارك الله فيك. انا ما قلت انت، بالتالي احنا نتحدث عن منظومه. اذا كانت الوزاره تتحدث عن خطتها الوزاريه، اليوم نتحدث عن منظومه رئاسه مجلس الوزراء
فبالتالي اكو منظومه، اكو محوريه بالعمل، اكو حكومه سمت نفسها حكومه خدمات ومطالبه بتحقيق الخدمات الى المواطنين. وانا اشكرك شكرا جزيلا استاذ عادل المختار الخبير المائي والخبير الزراعي، وعلى عيننا وعلى راسنا، وشكر كثير لحضرتك الدكتور مهدي القيسي مستشار وزاره الزراعه، اثريتم الحوار في هذا الملف. بعد الفاصل نتابع مشاهدي الاحبه. حياكم الله مجددا مشاهدي الاحبه بهذا الملف. ارحب بضيفي الكريمين الدكتور صفان قصي الخبير المالي والاقتصادي، حياك الله دكتور، وكذلك الاستاذ مازن السعد الخبير في مجال الطاقه، حياكم الله ضيوف الكرام. دكتور صفان، نتحدث عن ما جرى اليوم بحضور رئيس الوزراء، تم توقيع العقد النهائي لجوله التراخيص الخامسه في وزاره النفط الخاصه بالرقع والحقول الحدوديه. هنا نتحدث عن ما أشار إلى رئيس الوزراء بأن الخمس سنوات تراخيص جولة التراخيص الخامسة لخمس سنوات لربما التأخير بها كان سبب أضرار يعني كبيرة للعراق. هنا نتحدث عن لغة الأرقام، جولة التراخيص فيها الكثير من التداخلات وسعي الحكومة اليوم لحل هذه الإشكالات، ما هو الربح والخسارة في هذا الموضوع؟ طبعا تحية لحضرتك والمشاهدين الأعزاء والضيف الكريم. طبعا من الواضح أن عملية إهمال استثمار الحقول المشتركة بالتأكيد ساهم في يعني تقليل قدرة العراق على تنويع مصادر الحصول على الطاقة. عمليا لدينا حقول مشتركة مع الكويت، مع إيران، مع سوريا، مع الأردن. قسم من هذه الدول فعلا بدأت باستثمار هذه الحقول المشتركة وبدأت تستخدمها لأغراض التصدير، فعمليا علينا المباشرة وكان منذ وقت مبكر في وضع خارطة الحقول المشتركة ضمن جولات التراخيص. فعلا السوداني جاد في موضوع استثمار هذه الحقول المشتركة لأنها تعزز قدرة العراق على عملية التصدير وعملية أن يكون لدينا نوافذ جديدة للحصول على هذه الموارد. بالتأكيد الشركات العالمية قادرة على تحديد حصة العراق من هذه الحقول المشتركة، وبالتأكيد يفترض أن يكون تنسيق بين الجانبين ضمن الحقل الواحد لكي لا يكون هناك تباين في عملية التقاسم الحصص ضمن الحقل المشترك. فنحن بحاجة إلى الاستثمار، وهذا ما ذهب إليه السوداني من خلال جولة التراخيص. العراق يسعى إلى وضع العراق ضمن خارطة التجهيز العالمي على مستوى الغاز وعلى مستوى النفط الخام، نعم، لكي تكون هناك استدامة في عملية الاستثمارات. العراق يحتاج إلى أموال وإلى تكنولوجيا، وبالتأكيد يفترض أن تكون لدينا أيضا مزاوجة لشركات الحفر العراقية مع هذه الشركات من أجل أن يكون هناك خبرة تنتقل من الشركات الأجنبية إلى الشركات المحلية. طيب أستاذ مازن، جدت رحابي بحضرتك ونشير إلى جزئية كانت مهدرة في السنوات الماضية وهو الغاز المصاحب. على لسان المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في الثامن من الشهر الجاري صرح بأنه راح تصل إلى 100 مليون قدم مكعب قياسي باليوم من الغاز المصاحب، يتضمن في هذا الموضوع راح يتضمن في جولة التراخيص. هل من الممكن أن نستثمر هكذا ملف؟ أكيد. أهلا وسهلا بك مشاهديك الكرام ولضيفك الكريم، وبالمناسبة أنا لست خبيرا في الطاقات، أنا متخصص في الطاقات المتجددة. حياكم الله. كبيرا أنه أقول أنا خبيرا في الطاقة بكل أمانة. زين سيدي العزيز، إذا كل موضوع إذا ما خطط له بطريقة صحيحة، يعني ما في شك بأنه النتائج ستكون متوافقة مع الهدف
ومع الخطط اللي انتخلت، وبالذات لما تكلمت حضرتك عن الأرقام والمؤشرات فهو المؤكد الصريح لأنه أنت ستصل إلى حساباتك وإلى أرقامك. للأسف عشوائية الحفر بالعراق والشركات اللي بدأت تحفر بالعراق منذ تراخيص الجولات الأربعة الأولى إلى حد اليوم هنالك بعض التخبط حقيقة في الحفر، مما يعني بأنه هنالك إهدار كبير في الغاز المصاحب. الدولة بكل أسف يعني أخيرا يلا انتبهت عليها ضمن 4-5 سنوات الفاتت، وبالذات في زمن وزارة السيد جبار العيبي بأنه أخذ على عاتق بأنه هذا الموضوع يحسم خلال 2018-2019، وللأسف أيضا لم يحسم. وبالمناسبة جولات التراخيص الخامسة اللي صارت بكل أمانة ترى يعني محسوبها الأول، والفضل يكون إلى السيد الوزير في ذلك الوقت، وللأسف التناكف السياسي دائما خلى الموضوع من 5 سنوات الموضوع متجمد وبيه خسارة إلى العراق. هسه حتى نجي نشتغل حتى نحصل ال 100 مليون مقمة يسمونها زين، إذا بدون خطة صعب جدا. العراق يحرق يوميا من الغاز سواء كان مصاحب أو من الغاز الحر اللي يطلع من الآبار بكل أمانة مبالغ كبيرة جدا تفوق ما ندفعه وما نشتريه من الخارج، وممكن أنه يوفر لنا الاكتفاء الذاتي. تكلم السيد رئيس الوزراء بأنه احنا خلال 3 سنوات حقيقة بعد ما نحتاج نبدأ نصدر، ممكن الرقم حقيقة يعني ممكن واحد يصير عنده شوك صدمة، معقولة احنا صار لنا يعني 20-30 سنة نحرق غاز واحنا بعد 3 سنوات يعني راح نكتفي ذاتيا، سيما احنا خلال الفترة اللي فاتت من جولة التراخيص الأربعة الأولى إلى حد اليوم ما قدرنا نحقق. إذا كان الهدف يتوافق مع المخططات اللي صارت وتحليل الحال الجوب الحقيقي محلل بطريقة صحيحة ومرسومة خطة بطريقة صحيحة، فما في شك أوكي السيد رئيس الوزراء سيكون الرقم اللي يتكلم به هو واقعي. خلاف ذلك فهو إحراج كبير جدا للحكومة، كما أحرجت الحكومات سابقا وكما صار موضع استهزاء عندما السيد الشهرستاني قال سنصدر الكهرباء، وإلى حد اليوم صارت هي أضحوكة الشارع. لذلك بكل أمانة أنا أشك أنه عفوا أنا أؤكد في هذه المرحلة أنه العملية جدية أكثر، شفافية أكثر، جرأة القرارات هي كبيرة، وبالنتيجة الموظف نفسه يعني أنت لو تشوف هسه جولات التراخيص الخامسة مكتوبة ببزنس موديل الموديل الاقتصادي ناضج جدا قياسا بالأربعة الأولى. فهذا يعطيك مؤشر بأنه إحنا ماشيين باتجاه الصحيح، وإن شاء الله خلال 3 سنوات لحد 5 سنوات إذا ما حقيقة قدرنا نصدر معناته احنا ماشيين بالطريق الصحيح، او خلينا رجلنا على الجاده. دكتور صفان يشير الاستاذ السعد الى ان الطريق اللي ماشيين به بالاتجاه الصحيح، يعني هناك اهميه في توقيت هذه العقود تاتي في بالتزامن مع المتغيرات ازمه الطاقه اللي ترافقت مع الحرب الاوكرانيه الروسيه، كل هذه المتغيرات الدوليه شلون من الممكن ان يستفيد منها العراق؟ طبعا من الواضح ان موضوع ارتفاع اسعار الغاز خاصة بعد انحسار الغاز الروسي عن الطلب العالمي في أوروبا وغيرها من الدول العالم، بالتأكيد ساهم في أن يصبح استثمار الغاز منتج، يعني عائد على الاستثمار الآن في صناعة الغاز بالتأكيد هو مناسب للاستثمار. حاليا مؤسسة التمويل الدولية وضعت العراق ضمن دائرة الدراسات يعني المتخصصة، وأشارت في دراسة يعني أعدت قبل 3 أشهر إلى أن العراق عليه أن يستثمر ما لا يقل عن 230 مليار دولار لغرض إيقاف حرق الغاز وإيقاف التصحر. طبعا موضوع حرق الغاز يؤثر على البيئة والتغيرات المناخية، فعمليا علينا إيجاد شركاء ماليين دوليين لاستثمار الغاز المصاحب واستثمار الغاز السائل لكي يكون هو نافذة لتمويل الطاقة الكهربائية في العراق، باعتبار أننا لا نزال نحرق الغاز ونستورد الغاز في نفس الوقت. فعمليا عندما تكون هناك أموال تكفي لاستثمار الغاز المصاحب، يعني إمكانية أن يكون لدينا إنتاج للطاقة الكهربائية باعتماد على الغاز العراقي. وطبعا معدل استهلاك الكهرباء ينمو في العراق على اعتبار أننا الآن بصدد تأسيس مدن صناعية تحتاج إلى الكهرباء،
نحتاج إلى مصادر جديدة للطاقة النظيفة، فبالتأكيد إيقاف حرق الغاز وتمويل قطاع الكهرباء يعني توفير ما لا يقل عن 6 مليار دولار سنويا من إيرادات العراق، بنفس الوقت الدخول في عملية تصدير الغاز خاصة من حقول الجنوب أو من محافظة الأنبار أو من ديالة باتجاه الاتحاد الأوروبي، وتمرير أنبوب نقل الغاز لكي يكون هناك غاز عراقي تعتمد أوروبا بالتأكيد على استهلاكه، زائدا أن العراق يستهلك النفط الخام في العراق بمعدل 700 ألف برميل يوميا، فعندما ننتقل للطاقة النظيفة سنوقف عملية التصحر وبالتالي نعيد إحياء الأراضي الزراعية ونستثمر أيضا هذه الزيادة في المساحات الزراعية لإيجاد فرص عمل، وبالتأكيد البديل هو عمليا علينا أن نستثمر هذه الموارد المتجددة الطاقة الشمسية لتقليل استهلاك 700 ألف برميل يوميا، والعالم يعني مؤسسة التمويل الدولية تدعم هذه السياسة على اعتبار أن أسعار الغاز ستستقر عالميا وأسعار النفط لن ترتفع على معدلاتها الحالية، فالعراق ماضي باتجاه تخفيض الاستهلاك وزيادة الصادرات وتقليل حرق الغاز واستثماره في إنتاج الكهرباء. طيب أستاذ مازن، يعني إضافة لذلك يعني عن وزير النفط في تصريحه اليوم يقول نلتزم وتلتزم الوزارة بتقديم مختلف أنواع الدعم للشركات الفائزة في هاي الجولة من أجل مباشرتها بأعمال تطويرية تطوير الرقع الحدودية، بالتالي استعداد الوزارة للتعاون مع هذه الشركات، وإذا ما أخذنا بنظر الاعتبار التعاون مع شركات رصينة راح يرفع لنا هذا الموضوع من رانك الشغل في الاستثمار في النفط. أكيد يعني المشاكل، أنا أتكلم لك أنا من البصرة حقيقة ولدي عمل في قطاع النفط والغاز وأعرف كل زين مشاكل الشركات حقيقة. نعم. والخسائر اللي تتكبدها الشركات ومن ثم تحولها على الشريك الدولة بكل أمانة، أرقام كبيرة جدا، الهدف منها سبب الروتين، سبب ضعف التعليمات، سبب أنه دخلت الرخص بدون تنظيم وتخطيط مسبق إليها، كانت عمل مفاجئ وقدرت بمرور الزمن تتوائم مع القوانين العراقية، والدولة أيضا شعرت بأنه تصرف فلوس تحققت خسارات وشافت نفسها أنه بالقانون هي الدولة متحمل لهذه المسؤولية، فأكيد السيد رئيس الوزراء يقول سندعم، ندعم معناته أنه نعطي كل التسهيلات لهذه الشركات، سيما العراق في هذا البزنس موديل اللي اشتغل بالرخصة الخامسة أنه لا يمول أي فلس بكل أمانة من هذه الرخص، فهذا حالة إيجابية. يعني أول شيء في الرخصة الخامسة العراق اعتمد على مبدأ الرويالتي نسميه، أنه حق الدولة، حق الدولة 25% من المبيعات أو من المنتج ما ممكن الشركات تشاركك به، هذا رقم واحد، فبالنتيجة الشركات لما تجي تشاركك راح تشاركك بال 75%، وانطاهم نسبة ما بين الأربعة إلى 19% حسب الحقل المكتشف وصعوباته وعملية الاستخراج وعملية سرعة بناء الفلو لاينز نسميها، خطوط الجريان ومحطات حز الغاز وغيرها. هذه الأربعة إلى 19% من 75 عندما تحسبها حضرتك ستجدها أقل مما وقع العراق خلال الأربع جولات التراخيص الأولى، فبذلك نقدر نقول هو بزنس موديل ناضج حقيقة. نعم. وموديل طيب. اقتصادي هذا قدرت الوزارة، إذا تسمح لي قدرت. نعم. الوزارة وبفخر حقيقة نقول بدت تخلي صبعها على الألم، تعرف أنه هي المشاكل اللي صارت حقيقة في الرخص الأولى. نعم. أوكي بسبب يعني عدم الدراسة الصحيحة بدت تتجاوزها، وهذه حالة صحية. طيب. سيدي العزيز بالتأكيد تفضل. دكتور صفان، يعني هذا النضوج. نعم. شلون نترجمه؟ هل راح يحقق للعراق قفزة نوعية في إنتاج النفط وتثبيت موقف أو موقع العراق في خارطة النفط العالمية، راح يسهم في إنقاذ البلاد من أزمة مالية؟ إذا ما تحدثنا عن مرات تمر يعني أسعار النفط بانخفاض في السوق العالمية، راح يحمينا هذا الموضوع؟ يعني من الواضح أن عملية الانتقال لاستثمار الغاز والطاقة النظيفة، الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، طاقة المياه، ستساهم في تنويع مصادر الحصول على الطاقة. العراق يسعى إلى عدم الاعتماد على نوع واحد من أنواع الطاقة، ويضع العراق ضمن خريطة الاستثمارات العالمية، وبالتأكيد الاستثمارات العالمية لن تقف
فقط أمام الغاز، هناك البتروكيماويات وصناعات التكميلية التحويلية. فعمليا العراق مقبل على جذب الاستثمار، وهو جاد من خلال حكومة السوداني بوضع فرق تخصصية تتابع تنفيذ العقود. يعني عمليا إبرام العقد وليست النهاية، هناك فرق تخصصية بإشراف السوداني تقوم بمتابعة تنفيذ هذه الاستثمارات، وأي تلكؤ أي عقوبات أي يعني معيقات يمكن أن تكون الحكومة مساندة للمستثمر، لأن المستثمر حاليا يبحث عن بيئة آمنة، البيئة يفترض أن تكون متوفرة، التسهيلات، انتقال الأراضي لصالح المستثمر من أجل إيقاف عملية إعاقة المستثمرين، نظام مالي للتحويلات يسمح للمستثمر بتحويل العوائد بضمانات سيادية، بالتأكيد البنوك الأوروبية، البنك المركزي الأوروبي ضامن لعملية أن يكون العراق على قدرة بالإيفاء بهذه المتطلبات. فالموضوع بالتأكيد أكثر جدية في هذه المرحلة. نتمنى أن يكون العراق ضمن دائرة الاستثمارات في صناعة الغاز، على اعتبار أن الغاز هو مورد شريان جديد إلى الاقتصاد العراقي، لكن ليس الهدف هو استثمار الغاز كإيرادات جديدة وفقط، وإنما التنويع الاقتصادي. عنوان الحكومة الحالية هو إخراج العراق من دائرة الاعتماد على النفط والغاز وفقط إلى موضوع التنويع الاقتصادي. لدينا شركاء جدد اللي هم الأوروبيين في استثمار الغاز والنفط العراقي، وبالتأكيد علينا أيضا وضع الغاز العراقي في الأسواق الآسيوية كما يعني تفعل حاليا قطر. أشكرك شكرا جزيلا دكتور صفوان قصي الخبير المالي والاقتصادي، أثريت الحوار في هذا الملف، وشكر الكثير لجنابك أستاذ مازن السعد المتخصص في الطاقات المتجددة، شكرا جزيلا لحضورك معنا في الاستوديو. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.